نروح بقى على موضوع مختلف تماما، والحقيقة يعني وقعة مؤسفة جدا حصلت في الدوري الإيطالي، وكل فترة والتانية لازم برضو نشوف مظهر من مظاهر العنصرية. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن فتح تحقيق بعد الإهانات العنصرية اللي استهدفت مدافع نابولي الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي في المباراة ضد فيورنتينا. الاتحاد قال نصا في بيان الآتي: فيما يتعلق بالتعبيرات العنصرية التي قالها مشجعو فيورنتينا للاعب نابولي كاليدو كوليبالي، فتحنا تحقيقا بعد قراءة تقارير مراقبي المباراة وبعد الاستماع إلى اللاعب. وكمان أوضح الاتحاد أنه هيتصل بقسم شرطة فلورنسا للحصول على معلومات من أجل هذا التحقيق. وطبعا فيورنتينا كان اعتذر بالفعل لكوليبالي اللي يعني استهدف بعد المباراة بصيحات عنصرية من المتفرجين. على فكرة يعني مش لوحده، هو كمان كان معاه اثنين من زمايله في الفريق، لاعبين دوليين النيجيري فيكتور أوسيمن والكاميروني فرانك زامبو. ونشر كوليبالي رسالة عبر انستغرام باللغات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية بيطلب فيها منع المشجعين اللي أهانوه من دخول الملاعب إلى الأبد. قال نصا: اللعنة على القرد، هذا ما قيل لي. هؤلاء الناس لا علاقة لهم بالرياضة، يجب تحديد هويتهم وإبعادهم عن الملاعب إلى الأبد. وفعلا يعني فكرة أن العنصرية لسه موجودة في الملاعب الأوروبية وفي الملاعب الدولية بشكل عام يعني حاجة يعني تعيسة جدا جدا، وبرضه ما خصهاش لا من قريب ولا من بعيد، لا بالرياضة ولا بالروح الرياضية. طبعا مظاهر مؤسفة جدا، نتمنى أن هي تنتهي تماما من ملاعب كرة القدم العالمية. هي تنتهي من ملاعب كرة القدم وتنتهي من العالم، لأن هي يعني ظاهرة كانت يمكن منتشرة في الماضي أكتر من دلوقتي، لكن إحنا بنتكلم في تطور مفروض، والإنسان حتى بيتطور بتطور السنين أو بمرور السنين. ففكرة إن إحنا نميز بعض أو إن إحنا ننتقد بعض بناء عن حاجات ملناش حتى علاقة بيها، يعني محدش بيختار هو لونه إيه ولا حتى ذكر ولا أنثى، ولا يعني مفيش الكلام ده، محدش فينا اختار. فإن إحنا نقل من بعض ده شيء يعني غريب وبقى مضحك، يعني ان انت تروح تشوف حد بيتريق على حد عشان او عنده لسه عنصريه. الموضوع بقى غريب قوي بصراحه، يعني اتمنى فعلا زي ما انت قلت ينتهي من الملاعب، بس ينتهي كمان من العالم كله. عارف انت ممكن ده يحصل برضو لما يبقى فيه عقوبات رادعه، يعني كويس جدا ان في اتخاذ موقف زي ده. وفي العالم عامه او في المجتمعات بقى لازم يكون في برضو قانون رادع ضد اي شخص عنصري. وعلى فكره في دول كتير فيها قوانين رادعه، بس ما بتمنعش العنصريه. انت عندك امريكا امريكا لوحدها خير نموذج وخير مثال على اللي احنا بنتكلم فيه، ان كميه للأسف. الفيديوهات حتى اللي بتشوفها كل يوم والتاني، سواء بقى عنصريه موجهه لشخص نتيجه لون بشرته، نتيجه ان هو وافد حتى لو معاه الجنسيه، النوع ده من الفيديوهات كل يوم والتاني بنشوفه، فشيء مؤسف جدا. ظاهره يا ريت تنتهي فعلا قريب.